سلامات سلامات مخنوخ مخنوخ سلامات، حفظك الله وليدي، الله يتحفظك الله بالله. إخواني العزاز، غادي نحاول إن شاء الله نعطيكم آخر المستجدات ديال مخنوخ خو ولد خو نيبة لي فهمتي كيما كنقولوا هذا كلام عاجل فهمتي، وغادي تستافدوا مني بزاف ديال الحوايج اللي غادي نقول لكم. المهم تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، وشكرا على اللي لايكات ديالكم والناس الجداد. العز لكم كاملين وتحيه لجميع المغاربه داخل البلاد وخارج البلاد. نخنوخ على سلامتك، نتمنوا العمليه تدوز الاثنين بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله. اخواني الاعزاء، كما كنقولوا نخنوخ كان هو الصديق ديالو فوق الموتور، ودار واحد الاكسيده خايبه قاسيه بزاف اللي دابا راه حاليا باغي يدير العمليه على الانف ديالو. هذا هو الموضوع اللي غادي نطرحه اليوم. دابا حنا واحد السيمانه ولا يجوز سيمانه تقريبا، والقيل والقال والقيل والقال، وكيد كيف كيخرج كيدير فيديو وكيف صاحبي وكيحط نخنوخ مات وكيحط بزاف ديال الامور وديال الاشاعات كما كنقولوا الاشاعات الكاذبه. هاد صاحب القنوات الزائفه الله يهديكم الله يهديكم، ماشي غادي نقول لكم من عند اخوكم مول السلوي الله يهديكم، ولا اليوم عندي وغدا عندك، راه ما تعرفش الباس عاد من غادي يحط. راه ممكن انت اللي كتكذب على هذا السيد هذا، راه ممكن غدا الباس غادي يحط عندك انت، ولا عند واحد في ولادك، عند واحد عند خوك، عند ما نعرف. كتوصل اصاحبي وكدير فيديو وكتكذب على راسك اصاحبي باش تطلع ليفي. اخواني الاعزاء، نخنوخ فهمتي كانوا فوق موتور داروا هذيك السيده خايبه اللي مربما، والعلم لله كانوا غادي بواحد السرعه تقريبا غادي نقول انا مربما، وهذه كتبان لي هذيك السيده اللي ماشي سهله 100% غادي تكون فيها السرعه فهمتي، وغادي تكون فيها واحد السرعه مفرطه. والعلم لله انا ما فراسيش بالله بشحال هما غاديين، العلم لله فهمتي، وانتم راكم عارفين الماطر، وانا راني مدوز الموتور انا راني مدوز الموتور اخوتي العزاز، وعارف الماطر اشنو كيسوا الموتور اخوتي العزاز. الموتور صعيب بزاف، ولكن باش نهضر معكم في الواقع، دابا انا كنعيش في مدينه الدار البيضاء وكنشوف شي وحدين على الموتور دايز غادي باغي يخرج من واحد البلاصه، وهذيك البلاصه هذيك الدوره اللي باغي يدور هو غادي بواحد السرعه ما عرفش بالله، واش خارج فيها واحد، خارج فيها كلب، خارج فيها موتور خور، خارج فيها بزاف ديال الحوايج. انا كنشوفوا شي بعض الحوايج في هاد المواطره خوتي العزاز، اقسم بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هادشي خصو يكون ليه حل. هاد المشاكل ديال المشكل ديال المواطر خاص الدوله، خاص الدوله دير واحد الحل صراحه ديال باش نهضر في الواقع، اقسم بالله اللي كنهضر معكم في الواقع. الدوله هي اللي خاصها دير واحد الحل لهاد المواطر هادو. دبر على 5000 درهم يجيبها موتور ما غادي راكب كيكسيري، ما عارف راسو هو غادي في الهواء ولا غادي فوق الارض ولا فوقاش غادي، ولا غادي ولا غادي فوق السلك، فوق السلك جوج دقائق يبان لك الدري مشى، جوج دقائق يبان لك صافي مشى. شنو هو الموتور؟ الموتور راه ماشي ساهل، الموتور راه صعيب بزاف الاخوان. باش نقول لكم هذا ميساج، هذا ميساج. شوف دابا خاص الدوله دير واحد القانون ودير بيرمي لهذا الماطر باش نكونوا واقعيين. انا ما يتقلق مني حتى واحد، انا علاش كنقول لكم دير بيرمي، وانما باش انت تشري موتور لولدك تصيفط معاه، ولا تشري مثلا موتور لخوك تصيفط معاه، ولا تشري موتور لراسك انت تصيفط مع راسك. وكما كنقولوا ما عارفش واحد القانون ما عارفش كما كنقولوا شحال ديال شحال خاصك تكون ملي تكون غادي بواحد السرعه، شحال خاصك تكون بعيد من صاحبك بواحد المسافه، ما عارفش شحال ديال المسافه ما بينك وبين صاحبك في الطريق، ما عارفش الدوره واش هادي قيف ولا ماشي قيف، واش هادي فهمتي انتيردي ماشي انتيردي. غادي كتشري موتور وغادي صايق بلا حتى شي معنى ما كاينه.
هذا الشيء الدولة خاصة تدير لي واحد القانون يخرج بيرمي صافي. ديك الساعة خويا العزيز سير دوز بيرمي، فهمتي، دوز بيرمي ديال الموتور، وديك الساعة غادي تحفظ القانون وغادي تعرف القانون وتعرف شحال تمشي وشحال التباعد ما بينك وبين صاحبك في الطريق وشحال ديال البلاصة اللي فيها السرعة، شحال خاصك تمشي. هاد البلاصة راه فيها 40، هاد البلاصة فيها 60، هاد البلاصة فيها 100، هاد البلاصة فيها 120، تكون عارف القوانين كاملة. هاد البلاصة فيها قيف، فهمتي، باش خصنا نحترموا بعضياتنا باش تكون البلاد ديالنا تكون مأمنة، ماشي حنا هذا دار كسيده من هنا، هذا دخل في الاخر من هنا، هذا دار من هنا، هذا المواطن تصاطح من هنا، اش من دار صاحبي. علاش نقول لك من واحد المهزله ما كاينش قسيم بالله، لا واحد المهزله ما كاينش قسيم بالله، لا 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 الا مهزله دي بالله حاجه ما كاينه. حتى الناس اللي كتموت في المواطن، الناس اللي كتموت، ها حنا شلنا مثلا انتم شتو نخنوخ نخنوخ لا مشهور، هذاك الدري لا هذاك الدري لا غير هو واحد مشهور، مشهور داكش باش شتو نتوما دار كسيده، فهمتوا. هذا هو اللي كاين اخوتي الزاز. نخنوخ غادي يدير العمليه على نهار الاثنين، نتمنوا ليه ان شاء الله السلامات، دوز بخير وعلى خير ان شاء الله، وغادي يكون خير ان شاء الله بحول الله. والمؤمن مصاب، وكنتمنوا ان شاء الله مره اخرى ما يعاودهاش بعد من هذا الموتور. كنقول لك شوف خويا العزيز نخنوخ، شوف لا نخنوخ ولا غيرك، اسمعني مزيان، اسمعني، شوف عندك مليون بغيتي تشري موتور، سير وشري طوموبيل، طوموبيل اللي دايره مليون ونص وهني راسك، دوز البيرمي ولا سير تدوز بها البيرمي وهني راسك. هذيك المليون دوز من البيرمي وجوج ما عليها شويه تدوز حتى لواحد المليون ونص، خذ لك طوموبيل احسن لك. إلا بغيتي تبعد من هذا المواطن، المواطن الله ما خدام، شوف على جات الشتاء من هنا لدارك، جات الشمس من هنا لدارك، أي حاجة كتجي من هنا لدارك. الموتور داير 100 مليون كانت أخبارك، المواطن المواطن كتسمع، المواطن كتسمع حتى ديال بصح، الموتور راه كيكون بيرمي، فهمتي، كيكون بيرمي ودير واحد 60 مليون ولا 70 مليون الموتور إلا بغيتي تركب، فهمتي. راه ماشي حتى شاري موتور 140 ألف كيما كنقولوا مركب ليه سميتو غادي مكسيري، كتسحب راسك عندك موتور راه كتخسر في راسك، كتهلكوا في راسكم الاخوان. باش نقول لكم راه كتهلكوا في راسكم، سمحوا لي صحاب الموتور، هذا ميساج انا انا كنصيفط لكم ميساج، ما باغيش لكم شي مشكل. غدا ولا بعد غدا غادي توقع عليك انت، غدا ولا بعد غدا غادي توقع على الاخر، غدا ولا بعد غدا غادي توقع على الاخر. راه هادشي علاش حنا كندويو، ماشي حنا بغيناك مثلا، ما بغيناش لكم الموتور، راه يسهل على كل واحد، كل واحد اللي يسهل عليه باش نكونوا واقعيين. شنو دابا نخنوخ شنو وقع ليه اللي فهمتي، كيما كنقولوا كسيده خايبه بزاف. الدعوات ديال المغرب كاملين، ونتمنوا ليه ان شاء الله الشفاء العاجل، الله يشافيه ويعافيه، الله يشافيه ويعافيه، وان شاء الله تدوز العمليه اللي غادي يدير بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله. يا خويا العزاز كيما كنقولوا انا بعات من هذه المواضيع، ولكن ان شاء الله غدا غادي ندير لكم شي فيديوهات واعرين ديال المسافرات ان شاء الله. وهذا اخر فيديو، هذا ان شاء الله اخر فيديو اللي درت اليوم، وان شاء الله غادي نكونوا غير مسافرات، غادي الحياه اليوميه ولا عمق. يلا تبارك الله عليكم، كان معكم مسلم ولا عمق.